ثور عايز ايه؟ الهموم الأوجاع أو الحاجات اللي عنده خلاص تكاثرت عليه، بقت فوق طاقة احتماله. عايز مساعدة شريكه، عايز شريكه ياخد بإيده ويشيل من عليه شوية، ويعني يا رب ما يكونش هو السبب في كل العصيان دي. عصيان الثور وهمومه ومشاكله أو متاعبه بقت أقوى منه خلاص، بس هو واضح إنها حاجة تخص العلاقة. نفسه في مرحلة جديدة بقى، عايز مرحلة جديدة خلاص، تعب، عايز تبتدي من الأول. شايف شريكه إزاي؟ شايفه زعلان، ممكن يكون زعلان عليه أو زعلان هو في المجمل، بس في قلب مجروح، في جرح، في ألم، في عاصفة، في عاصفة. الشريك الثور داخل في عاصفة في الحالة العاطفية بتاعته. الطاقة مش حلوة يا ثور، الطاقة فيها هنا خوف وقلق، توتر. انتوا النوم عندكم بايظ، انتوا ما بتناموش، بتصحوا في وسط الليل، بتصحوا تفكروا، تعبانين نفسيا، تعبانين من كتر التفكير جامد. شريكك بقى عايز ايه يا ثور؟ عايز توازن، عايز الموضوع يتوازن. يعني بمعنى ان لو هو جاي عليك يبتدي يصلح، لو انت جاي عليك يبتدي يصلح، الموضوع يبقى فيه توازن. تمبرنس ده حاجه بتشير للتوازن، زي ما انتم شايفين الصوره بيدلق ميه من كوبايه لكوبايه في منتهى التوازن، يعني كل واحد واخد حقه ومش جاي على التاني. نفسه يحس بفرحه، نفسه يحس بامان، نفسه يحس ان هو نجح، ان العلاقه بتاعتكو ناجحه. هو عايز ده، هو عايز ينجح العلاقه. يعني هو مش سائل، لا، شريكك عايز يصلح. في قراءات بتشوفوها بيبقى الشريك من الناحيه التانيه مش معاك اصلا، يعني انت عايش في قصه وهو في قصه تانيه اصلا. هو عايز يعمل فلوس، هو عايز يسافر، هو عايز يعمل معرفش ايه. لا لا لا، شريكك مركز معاك وعايز يصلح، عايز يساعدك. شايفك ازاي؟ دهان معنى، مضحي، مضحي جامد جامد، وصابر، صابر عليه او صابر على شيء فيه صبر جامد. يعني بمعنى ان هو شايفه، معناه ان هو مقدره، يعني انا شايفه ان هو حاسس بيك. في خبر حلو جاي لكم يا ثور، ان شاء الله في خبر حلو، خبر هيصحصح الدنيا شويه. شايف عمليه صلح، في حد بيقرب من التاني وبيصالحه وبيقول له ما تزعلش، حقك عليا، فك خلاص وكده، والدنيا ان شاء الله تبقى كويسه. يمكن هيحصل عتاب شديد، هتتعاتبه جامد جامد جامد، بس يا ريت الموضوع ما ياخدش صوره الخناقه دي، يعني يكون عتاب، تعاتبه كل حاجه، بس يعني يكون بهدوء اكتر من كده. بس هو دي حاجه ولازم تطلع، وانا مع ان هي تطلع، لان اول لما هتخرجوا اللي جواكوا هترتاحوا وهتبتدوا تصفوا لبعض تاني. وما شاء الله هنا في بقى مغامره، الشمس طلعت اهي، الحمد لله الحمد لله. شايفه مغامره، شايفه انه خلاص هتبتدوا تخفوا بقى، شايفين خفيف ازاي؟ وممكن ممكن تسافروا، تغيروا جو، بحيث تغيروا المود ده. ممكن يكون ده سفر على فكره، ان شاء الله حاجه يعني صد رد في نفس اليوم. مجرد التغيير، لا، في متعه هنا، في متعه، وحاسين بفرحه وحاسين بامان، وحاجه حلوه جدا جدا ما شاء الله. هلخص القرايه بسرعه. الثور همومه كتير، مشاكله كترت قوي عليه، محتاج مساعده، نفسه في مرحله جديده، شايف شريكه حزين وزعلان، الطاقه وحشه جدا، الطاقه فيها توتر وانعدام نوم، ما فيهاش توازن خالص. شريكك عايز يعمل التوازن ده، وعايز الشمس تطلع وتبتدي العلاقه تصح وتنجح، وشايفك قد ايه انت صابر ومضحي. شايفه انه هيتسمعوا خبر حلو، وفي حاجه هتقرب المسافات، يعني الخبر ده هيفرحكم. عارفين لما تبقوا انتوا زعلانين بس يجي لكم حاجه من بره تفرحكم كده، فتبتدوا تتفائلوا شويه والدنيا عندكم تهدى شويه. افتكر ده اللي هيحصل، وهيبتدي يعتذر، وهيبتدي يعني يقر بغلطه ويعتذر. انت هتعاتبه جامد جامد جامد، بس بعدين ان شاء الله الدنيا كلها تبقى كويسه جدا. ده فول خلاص بقى، شويه بقى ايه، مرح، شويه انبساط. اختاري انت يا لولو، اختاري انت حبيبتي. طيب حبيبتي بشكرك جدا يا مي، ميرسي يا روح قلبي. القوس موجود في الصفحه يا منيره،
هلا عبد القادر، اهلا اهلا بيك، منورنا. بشكرك يا محمد جدا، كلامك صح. بشكرك يا شيماء قوي. يا رب، انا لسه كنت بتكلم على الموضوع مع وببص لقيت قرايتك لجوردي، وانت عندك حق، طمنتيني. كويس قوي يا يوتي، الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ميرسي يا امي قوي قوي قوي. طيب، اوبس بوبس. طيب دلوقتي الادمنز بيختاروا مين اللي هيبقى ليه قرايه خاصه مجانيه. بليز، مش عايزه حد يزعل لان احنا بنختار شخص واحد. طيب حبيبتي يا ساره، ده انت اللي امر وانت عسل يا لمار. طيب تعالى ناخد بقى المجموعه الثانيه، برج الثور. المجموعه دي بتبتدي من 1 لحد 10 مايو، من 1 ل 10 مايو باذن الله يا ريم يا رب. اوكي يا مالك، حاضر، كل صح، الحمد لله يا امي. بقيت بخاف منك خوف، الكارت ده بقيت بخاف منه جدا. Page of Pentacles بيقول لنا ايه؟ العقرب، سوري، الثور حاسس ان هو معتمد على نفسه شويه، ماديا ابتدى يعتمد على نفسه او عايز يعتمد على نفسه. Page of Pentacles كمان بيوصفك يا ثور انك شخص عندك كبرياء وعندك عزه نفس، ما تحبش حد يجي عليك ابدا ولا يهين كرامتك. كرامتك شيء يعني مقدس بالنسبة لك. شايفة قدامي علاقة ثلاثية اهي، متلازم معاها الشيطان. بصوا جنب بعضهم، علاقة ثلاثية وجنبها الشيطان. تعالوا نفسر بقى اللي بيحصل ده. ايه اللي بيحصل ده؟ خلينا نفرض فرضيتين. اول فرضيه انه ده احتفال، اوكي، الثور بيحتفل بشيء، لان الكارت ده ليه معنيين زي ما انتم عارفين. ده ممكن يكون علاقه ثلاثيه بمعنى فيه خيانه من طرف، او ممكن يكون احتفال بحاجه معينه. فلو هو احتفال فده حسد، يعني تحتفل من هنا تاخد العين من هنا. خلي بالنا يا ثور، لو حد عنده احتفال فعلا ومجمع ناس حواليه وبيحتفل معاهم يحصن نفسه، لان الناس يعني ما بقتش بتشوف الموضوع بتتمنى لنفسها وبس، لا بتتمنى انها تزول منك، يعني هو كده. فخلي بالك بس من الحسد ده، بس شكلها حاجه مش هتاثر عليك يعني ان شاء الله، بس في حسد. لو هي علاقه ثلاثيه، اوكي، ف واضح ان في حد من الليلة دي اللي هما يعني سواء الاولى او التانية او ايا كان اللي فيهم، عاملة سحر، عاملة سحر للشريك. اوكي، في عندنا نجاح. الناس اللي بتسأل اخبار العمل والدراسة اخبارها ايه، The World ده اكتمال دائرة، نجاح ان شاء الله من كل الجوانب، والناس بتهنيك وبتقول لك برافو عليك، جود جوب، ويل دان، ما شاء الله، حلو قوي قوي قوي. ايس اوف وانز، زي ما انتم عارفين انا خلاص اكيد حفظت الكروت. ايد دي اللي نازله من السما وفي السحاب حواليها دي، دي بحس ان هي ايد ربنا بتمد، يعني ربنا بيمد ايده ليك، بيدي لك طاقه، طاقه جديده عشان تنشطك، عشان تقومك، عشان تساعدك على حاجات انت عايز تنجزها ان شاء الله. يعني انا بحس ان دي بيقولك ربنا معاك، ربنا موجود معاك في ظهرك. Queen of Wands، Two Wands، Ace of Wands و Queen of Wands اهي. ليدر، الثور قائد وهو بطبعه في القيادة دي. لو هو بيعمل اي حاجة فيها فن، كتابة، مزيكا،
رسم، اي حاجه من نوع الفنون دي، فهو الابداع عنده عالي قوي الفتره دي. وكمان في هنا طاقه القمر، طاقه الهدوء وطاقه التعبد وطاقه تامل، هادي هادي، عنده سلام داخلي كويس قوي. انجوي ات يا ثور، يعني استمتع بكل لحظه من السلام الداخلي ده. بس عايزاك تنتبه برضو من حاجه، ان في حد متربص لك، في عقرب عارفه كويس جدا، قريب منك جدا، عارف كل تحركاتك، ومستني مستني حاجه، مستني يشمت، مستني يأذي، مستني حاجه. just be careful. شايفة هنا تطور مادي الحمد لله، ده ما كانش في المجموعة الأولى، بس في تطور مادي لحالة أمان من الحالة المادية إن شاء الله. في عملية تحول هتحصل، أفتكر دي هتترتب على النجاح اللي هيحصل لك يا تور. بعد النجاح ده في عملية تحول هتحصل، في شقلبة هتحصل، مسار، في مسار بيتغير ملحوظ، يعني أنت هتاخد بالك إن الدنيا بتحود بيك. لا، الدنيا بتحود بيك دي للحظ، لا، الدنيا بتتغير، تاخد شكل تاني. سترينث التور، واجه، انت محتاج، ودي تقريبا دي الطاقه اللي انت كنت محتاجها اللي ربنا بعتها لك، محتاج تواجه شويه، يعني اللي جواك طلعه، قوله بدون ما تاذي مشاعر حد، بدون ما تغلط في حد، طلع اللي جواك. وبيديني كمان ايحاء تاني الكارت ده، ان التور مسيطر على حد صعب السيطره عليه، مسيطر عليه جدا، بس مسيطر عليه بعقله، يعني محجمه ومروده، مروده شخص قوي، وهو مروده التور بس بذكائه. حلو جدا جدا. تعالي نلخص، بنقولك يا مجاهد، التور اما بيعتمد على نفسه ماديا، او لو ما كانش ده فهو عنده عزه نفس وعنده كرامه وعنده، يعني ما بيقبلش الاهانه، اما في علاقه ثلاثيه في طرف منها عامل سحر، اما ده احتفال يتبعه على طول حسد. في نجاح ان شاء الله، في طاقه جديده ربنا بيمدك بيها ان شاء الله، في هنا ابداع، لو الناس اللي بتستعمل اي حاجه فيها فنون في ابداع ان شاء الله، وفي قياده في الموضوع، عارف انت عايز تعمل ايه وبتعمله. في طاقه تامل، طاقه تعبد، في سلام داخلي جواك استمتع بيه، في تطور مادي ان شاء الله، في عمليه تغير او تحول هتحصل في حياتك يا تور. يمكن تكون حاجه تخص العمل، بس هي حاجه كويسه جدا ان شاء الله. في هنا اما انه انت محتاج تواجه اكتر يا تور، او انه انت مروض حد قوي جدا وصعب ترويده، بس انت مروده بعقلك. كويس قوي 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 قوي. وافتكر انت عارف تروده بسبب السلام الداخلي اللي جواك ده، مخلي تركيزك عالي، يعني عارف بتعمل ايه وبتعمله امتى، بحيث انك تعرف تسيطر على الشخص ده. well done well done.